السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في بودكاست الفلبين بالعربي. تعتبر الأساطير الفلبينية هي مجموعة من القصص والملاحم التي نشأت من الديانات الفلبينية الأصلية، وهي جزء منها المتأصل في جذورها، والتي تضم ديانات محلية مختلفة تختلف عن بعضها البعض، فتجد منها الأساطير الهندية مزيج من مصادر مختلفة، مع أوجه تشابه مع الأساطير الإندونيسية والماليزية، بالإضافة إلى التقاليد الهندوسية والإسلامية والشنتوية والبوذية والمسيحية، مثل مفاهيم الجنة والتي تسمى كاولاتيان، كالانجيتان، كامورايان، إلخ، وتناقل وتناسخ أرواح البشر كالولوا، كولولان، ماكاتو، جينوكود وما إلى ذلك. تحاول الأساطير الفلبينية شرح طبيعة العالم من خلال حياة وأفعال الأبطال والآلهة القديمة التي تسمى أنيتو أو ديواتا في بعض النصوص الرئيسية والمخلوقات الأسطورية. تنتقل ملكية هذه الأساطير من خلال التقاليد والعادات المتناقلة بين الأجيال وبمساعدة القادة الروحيين للمجتمع، أو الشامان، بابايلان، كاتالونان، مومباكي، باغلان، ماشانيتو، واليان، مانجوبات، البهاسا، وشيوخ المجتمع القبلي في عصور ما قبل دخول الإسلام والاستعمار الإسباني. يطلق على قصص السكان الأصليين والإيمان الديني للأسلاف تقليدياً باسم أنيتيزم، وهو ما يعني دين الأجداد. المصطلحات الأخرى المفهومة بشكل شائع هي أنيتيزمو، وهي ترجمة إسبانية، وأنيتيريا، وهي نسخة من الكلمة التي يستخدمها عادة غالبية الكهنة الإسبان. واليوم ما زالوا يعيشون حياتهم الخاصة، ويحافظون على معتقداتهم الأصلية الفريدة، ويحافظون عليها لا سيما في أراضي أجدادهم، على الرغم من أن الأديان الأجنبية والمستلهمة من الأجانب لا تزال تؤثر على ممارساتهم من خلال الحقول والزواج وحيازة الأراضي. وقد خصص لها العديد من الدراسات العلمية المتنوعة والرسومات والقصص، منها غالبية تقاليدها وقصصها التي وثقها خبراء في مجالات الأنثروبولوجيا والفولكلور. ولكن وقبل أن نبدأ، نرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على الجرس وتفعيل خيار الكل حتى يصلكم جديدنا، ويمكنكم مشاركة المحتوى الذي نقدمه إذا أعجبكم لأصدقائكم لكي يستفيدوا به، ولا تنسوا الضغط على الإعجاب إذا أعجبكم المحتوى، كما يمكنكم الضغط على عدم الإعجاب إذا لم يكن مستوى الحلقة ما كنت تتمناه. ونرجو منكم كتابة أسباب عدم الإعجاب، فنحن نحترم كل الآراء، كما نرجو منكم دعم القناة مادياً إذا أمكنكم، وذلك بالانتساب للقناة أو بشراء المنتجات التي تظهر أسفل الفيديو، أو بالضغط على شكراً الموجود أسفل الفيديو على شكل قلب. شاكرين تعاونكم معنا الدائم برفع مستوى القناة، متمنين لكم قضاء وقت سعيد معنا. ذات يوم منذ زمن بعيد، كانت هنالك أميرة مذهلة تدعى ماري الجميلة، تعيش في مملكة بالقرب من غابة من النباتات الخضراء ذات الرائحة الطيبة. وكانت الغابة تعج بالزهور الجميلة والنباتات الغريبة، وكانت مريم تستمتع بأخذ الزهور والاستمتاع بوقتها في هذا الموقع الهادئ. وفي أحد الأيام أثناء سيرها، التقت مريم بشاب غريب الأطوار وجذاب، وكان عمره مماثلاً لعمرها. كان لدى مريم إحساس غريب تجاه هذا الشاب الجذاب، لم تكن تعرفه، لكنها تواصلت معه رغم ذلك. تقدم الشاب إلى الأمام واعترف بأنه ملك لمملكة بعيدة وغير عادية. بدأ الاثنان بالالتقاء بانتظام في الغابة وقضاء وقت ممتع معاً، حتى اعترف الملك بحبه للملكة الجميلة. وقد أعربت مريم عن تقديرها لذلك، لأنها شعرت أيضاً بنفس الشعور. خلال رحلتهم في الغابة قرر الاثنان الاستمتاع ببعض الوقت تحت الأشجار، وقال الأمير: زهور هذا النباتات استثنائية، لكن الزهور في بلادنا أجمل وأكثر عطراً. لامس خد الملكة بيده
فاستفسرت الملكة بهدوء: لماذا؟ أين عرشك؟ مملكتنا منيعة أمام جسد مادي. كان هذا رد الملك الغامض الذي أثار التساؤلات. لماذا لا نستطيع ذلك؟ لماذا لا أقدر على الذهاب لبلدك ومملكتك؟ لاحظت الملكة تعبيرات الوجه الحزينة للملك الغامض الذي كانت تعشقه. أوقفها متحدثاً: يجب أن أعود إلى مملكتنا، وإلا فلن نجتمع مرة أخرى أبداً. أرغب في اصطحابك معي، لكن لا يوجد شخص مثلك قد دخل مملكتنا من قبل. بكت الملكة بحزن على رحيل رفيقها المفعم بالرومانسية، فقال لها رفقاً: بنفسك أيتها الجميلة، أنا متفائل بأننا سنجتمع هنا في هذه الحديقة الجميلة في المساء. ردت عليه والدموع تتقاطر منها: على وعد يا ملكي أن تكون هنا بالمساء. وتعهد الشاب الملك أن يكون على عهده ووعده بذلك. في ذلك المساء كانت الملكة مريم تنتظر ملكها الشاب الغامض الرومانسي، وقبل منتصف الليل وصل إليها الملك والتاج في لمعته يعكس نور القمر على وجهها المشرق بعادته، وهي كانت في غاية السعادة. ارتحلوا معاً عبر الغابة الاستثنائية كما ادعى الملك، وكلما زاد الوقت زاد صعود القمر إلى منتصف السماء، ناشراً بنوره، والنجوم في طريقهم بريق ساحر يضيء سماءهم. بينما كانوا يتحدثون تحول الملك فجأة وشحب وجهه كما لو كان شخص ما يحاول جذبه، توقف قليلا متمتما بعبارات لم تفهمها الملكة، ثم قال: يجب أن أتخلى عن هذا الحب، إنه منتصف الليل فهو غير قادر على الإمساك بي، لكنه يحاول. واستدار لها قائلا: إذا لم أرحل الآن فلن أستطيع العودة إليك أبدا، أنت الإنسانة الوحيدة التي أهتم بها. قالها وهو يقبلها كما لو لن يقبلها بعد ذلك. كانت قبلة الوداع للعاشقين، ولم يكن من الملكة أي ردة فعل من كلامه أو القبلة التي أذهلتها من قوتها. عاجزة عن فصل نفسها عن حبيبها، أمسكت بيد الملك بقوة، وبغض النظر عن قوة الملك في محاولة سحب يده منها، وقد غلب عليهم منتصف الليل ساحباً الملك لغياهب لا تعلمها، فلم ينجح في تحرير يديه منها. وبينما كانوا يتباعدون اختفى الملك فجأة كما لو كان فقاعة في الظلام، لكن يد الملك المقطوعتين بقيتا في يد الملكة وهي شاحبة الوجه، لم تفهم أو تعرف تفسيراً لما حدث. وكان الرعب والخوف يملأها، وقلبها يخفق في سباق بينه وبين شبح منتصف الليل الذي خطف عشيقها أمام عينيها. استدارت الملكة واتجهت نحو حفرة قريبة، وفي رعب دفنت الملكة مريم اليد السحرية التي سمتها إيروغ. عادت الملكة إلى الغابة بعد عدة أيام قليلة لتجد أن نبتة غريبة نشأت في المكان الذي دفنت فيه يد الملك الغامض السحرية. كانت هذه النبتة ذات أوراق واسعة وبدون فروع، وبعد أيام قليلة أخرى ظهرت ثمار غريبة تشبه يداً، إنها يدا عشيقها لكن بمظهر جذاب، وكانت هذه هي الموزة الأولى في الفلبين. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا اليوم بأسطورة جديدة من أساطير الفلبين، على وعد بلقاء جديد في أسطورة جديدة إن شاء الله. كما نذكركم بالاشتراك بالقناة والضغط على الجرس وتفعيل خيار الكل حتى يصلكم جديدنا، ويمكنكم مشاركة المحتوى الذي نقدمه إذا أعجبكم لأصدقائكم لكي يستفيدوا به، ولا تنسوا الضغط على الإعجاب إذا أعجبكم المحتوى، كما يمكنكم الضغط على عدم الإعجاب ما لم يكن مستوى الحلقة يرضيكم، ونرجو منكم كتابة أسباب عدم الإعجاب، فنحن نحترم كل الآراء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.